مشاركة القوية خاصة يعني للإنتاج الوطني. شفنا باللي باش يعني تواجد يعني مصانع الإسمنت وبقوة، وشفنا يعني باللي باش يعني كاين الجديد. الجديد ليس هو فقط يعني من ناحية رفع كمية الإنتاج اللي وصلت إلى يعني معدلات كبيرة. مصنع الشلف اللي كان ينتج حوالي 2 مليون اليوم ينتج تقريبا 5 ملايين يعني طن سنويا. هذا يدل على شيء، إنما يدل على أنه هذه الصناعة هذه يعني قفزة عملاقة، واليوم يعني فيه اكتفاء تاع السوق الداخلي والتصدير. اليوم ما لاحظنا عند هذه الشركات هذه، وكذلك يعني رقمنت يعني هذه المصانع هذه 100% حتى تسمح يعني للزبون بالمتابعه نتاع كل الطلبيات نتاعو عن بعد. والمشاركه اجنبيه، فيه مشاركات مؤسسات ايطاليه، فيه اسبانيه، فيه مؤسسات شراكه ما بين الجزائر الالمانيه ومؤسسات جزائريه تركيه ومؤسسات جزائريه امريكيه في كل في المجالات البناء ومواد البناء.